شكرا للزميل سلطان الشامسي على هذه الفقرة المميزة. مشاهدينا، من هذه الفقرة ننتقل معكم إلى فقرة أخرى، والرضا والقناعة من أسمى القيم التي تمنح صاحبها السعادة والسلام الداخلي، لكن في الوقت ذاته لابد ألا تتعارض مع الطموح والسعي وراء الأحلام. فكيف يمكن تحقيق التوازن بين الرضا والطموح؟ هذا ما سنتعرف عليه معكم خلال استضافة الأستاذ محمد أحمد، وهو أخصائي نفسي. يا هلا ويا مرحبا بك أستاذ، يعطيك الصحة والعافية. الله يعافيك وصبحك الله بالخير أستاذ أمل، وصبحكم الله بالخير جميعا. حياك الله. يا مرحبا. الشعور بالرضا والقناعة وأهمية هذا الشعور في حياة الفرد الشخصية والنفسية والاجتماعية، نتحدث عن هذه النقطة وندخل إن شاء الله في التفاصيل. بداية يوم نتكلم عن الرضا والطموح والقناعة، لابد نتكلم عن الشيء اللي مضاد أو اللي عكس الرضا والقناعة. نعم. فلازم نتكلم عن نقطة مهمة اللي هي الشعور بالنقص، التي على عكس الشعور بالرضا تماما. فالشخص اللي يشعر بالنقص، الشخص خلنا نقول مثلا على سبيل المثال، إنسان عنده دارس، عنده وظيفة مرموقة، نعم، عنده زوجة اللي هو اختارها مرتاح لها، عنده السيارة اللي هو كان يحلم فيها موجودة عنده، عنده العيال اللي يباهم، عنده كل المقومات اللي يبحث عنها شخص آخر. نعم. لكن هذا الإنسان في داخله ما يحس بالسعادة أبدا. نعم. ما يحس بالرضا عن الأشياء اللي يملكها، لأنه دائما يحس أنه أقل من هذه الأشياء اللي هي عنده. بينما على النقيض تماما، شخص آخر عنده كل هالأشياء لكن يشعر أنه أعلى من هذه الأشياء، أن هذا كل اللي عنده ما يسوى. ليش؟ لأنه يعيش النرجسية ويعيش الغرور في ذاته. نعم. فعندنا الشعور بالنقص وعندنا الشعور بالرضا، لازم نكون نحن وسط بين الغرور. نعم. وبين النقص نكون في الوسط، اللي هو الشعور بالطمأنينة في الداخل. هذه الطمأنينة تحسسك أن الأشياء اللي حولك عبارة عن إضافة لك، مش هي الأساس اللي أنت تعيشه. هذه الزوجة إضافة، هذا الزوج إضافة، هذه السيارة إضافة، هذه الوظيفة إضافة. هني نبدأ نحقق اللي هو الشعور بالرضا من خلال أن نحن نرفع مستوى القيم في حياتنا وفي ذواتنا، فنوصل للقناعة تدريجيا. نعم. أستاذ محمد، في كثير من الأشخاص يستصعبون الشعور بالرضا والقناعة، هل هناك أسباب معينة وما هي أبرز هذه الأسباب؟ طبعا في عدة أسباب لشعور الإنسان بصعوبة القناعة والرضا، لأنها ترجع لشخصية هذا الإنسان. إذا كان مثلا نقول الإنسان اللي هو شخصية تجنبية أو شخصية ناقصة الثقة، هذا الشخص دائما يشعر أنه أقل من الآخرين، دائما يحس انه يعني ما يقدر يشعر بالرضا، لان كل صحيح. مثل ما قلنا قبل شوي، كل الاشياء اللي حوله يحس انه اقل منها، فهو دائما ما يقدر يشعر بالرضا، لان اكيد انا ناقصني هالشيء، اكيد انا مش مرتاح ان عندي هالامور، انا مش مرتاح اني املك هالاشياء، انا ممكن هالاشياء ما حققت لي السعاده، فادور على شيء ثاني يحقق لي السعاده. فهو في بحث دائم عن مفتاح السعاده او الاشياء اللي تجلب السعاده، لانه يعتقد ان السعاده شيء انت تبحث عنه، شيء انت تحصله في 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 شيء مادي او شيء معنوي او شيء انت تدور عليه. لكن السعاده عكس هذه تماما، السعاده عباره عن فكره انت تفترضها وتعيشها. لو عشت هذه الفكره، نعم، سواء كنت تملك كل شيء او سواء كنت ما تملك ولا شيء، انت بتعيش السعاده الحقيقيه. هاي من ضمن الاسباب. ايضا الاشخاص اللي عندهم جنون العظمة أو عندهم الغرور المبالغ فيه. نعم. وعندهم نظرتهم لأنفسهم أنهم فوق كل شيء، هذيل دائما عندهم صعوبة في تحقيق الرضا، لأنه ما يرضيه شيء، يعني شو ما حصل بعده يبقى أكثر، لأنه يشوف أنه يستحق الأفضل دائما. صحيح. يستحق أنه هو الأفضل، فبالتالي الأشياء اللي حصلها دائما هي أقل عن نظرته أو الأشياء اللي يشوفها عن نفسه. نعم. من ضمنها أيضا عدم فهم الإنسان لنفسه وعدم تقبله لذاته. إذا أنت ما عرفت أنت منو، ما بتتقبل نفسك. أنا ما أقدر أتقبل شخص أنا ما أعرفه، ما أقدر أتقبل إنسان أنا ما أعرف عنه أي شيء، ما أقدر يكون في بيني وبين الشخص هذا عاطفة وأنا ما أعرف هالإنسان، مجهول. فالإنسان غالبا ما يكون عارف نفسه، فبالتالي ما يتقبل نفسه. نعم. ما يعرف هالإنسان أو يبحث في داخله، يا ترى وين عيوبي، وين نقاط ضعفي، كيف أنا أقدر أطور من نفسي وأطور من ذاتي، كيف أنا أقدر أعرف شو ميزاتي. بعض الناس إلى الآن ما يعرف شو ميزاته، وإذا سألته شو ميزاتك، ليش هو في ميزات، ليش أنا أدور، لا أنا ما أريد أكون مغرور، أنا ما أريد أتكبر. فنخلط بين الغرور. نعم. وبين البحث عن الميزات. نعم. بعض الناس ما يعرف سلبياته ويرمي بسلبياته على الآخرين، الناس فيهم، فلان فيه، فلانة سوت، فلانة قالت، زين أنا لا أنا ما فيني شيء، الناس اللي فيهم، الناس اللي المفروض يتغيرون، الناس اللي المفروض يكون أحسن. زين هل بحثت عن نفسك أنت؟
هل دورت على أنا كإنسان شو المطلوب مني، شو ميزاتي، شو عيوبي؟ يوم أبدأ أبحث عن ميزاتي وأبدأ أبحث عن عيوبي شو بسوي؟ برفع مستوى الميزات وببدأ أشتغل على سلبياتي، أحط لها خطة أعالجها. صحيح. بالطريقة هذه أنا ببدأ أفهم نفسي في البداية. إذا بديت أفهم نفسي وأشتغل على هذه الأشياء اللي هي أرفع الميزات وأبدأ أعالج العيوب والأخطاء، أنا هني قاعد أتقبل نفسي تدريجيا وأتقبل ما أنا عليه، لأن تركيزي علي أنا شو لازم أسوي، مو بتركيزي على الناس وين وصلوا وشو سووا. نعم، نقاط ضرورية ومهمة. ومن النقاط الجميلة اللي ركزت عليها أستاذ محمد الشعور بالنعمة، ويجب أن نرضى بما قسمه الله لنا، ولكن يجب أن نسعى كذلك في نفس الوقت لتحقيق الأهداف وتحقيق الطموح. صحيح؟ نعم. الإشكالية عندنا في الكلمات هذه اللي نستخدمها أغلبنا يوم يسمعها ما يقدر يطبقها. ليش؟ لأن القيم اللي رابطها بهذه الأشياء قيم مختلفة عن ما هو يحس فيه. نعم. كيف؟ عندنا شيء اسمه القيم المعلنة والقيم الخفية. كل واحد فينا عنده قيم معلنة وقيم خفية. بعض الناس يقول لك مثلا والله الصدقة زينة، والله مثلا بر الوالدين زين، هذه قيم معلنة، لكن في داخله هو ما يبر والدينه، في داخله هو ما يتصدق، في داخله هو ما يسوي، فهو عنده قيم خفية وقيم نعم. معلنة. نعم. لو تساوت قيمنا الخفية اللي في داخلنا مع القيم المعلنة، وأنا أسميها الشعارات اللي نرددها دائما، أن يجب عليك أن تكون مؤمنا ويجب عليك، الشعارات اللي دائما نسمعها نحن نرددها كشعار، بس إذا تساوت في داخلنا القيم الخفية مع القيم المعلنة، هني بنوصل لمستوى الرضا الحقيقي وبنقدر نفهم الرضا بالطريقة الصحيحة. نعم. أريد كذلك تسليط الضوء على نقطة مهمة، تقبل الذات يعتبر مفتاح لتقبل الآخرين. نعم. هل هناك علاقة بين تقبل الذات وكذلك الشعور بالقناعة والشعور بالرضا؟ جدا. إذا أنا ما تقبلت ذاتي مثل ما تكلمنا قبل شوي، إذا أنا ما تقبلت نفسي ما بتقبل الآخرين وما بتقبل الحياة اللي أنا عليها. الإنسان اللي ما يتقبل ذاته يمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى المرحلة النظرة الدونية للذات، يشوف نفسه أقل من الآخرين. المرحلة الثانية المرحلة الحاقدة على المجتمع، يبدأ الإنسان هذا يحقد على المجتمع ويحقد على الناس اللي حوله، يشعر بالكراهية تجاه الآخرين. المرحلة الثالثة مرحلة التشاؤم من المستقبل. المستقبل بالنسبة لي عبارة عن تشاؤم، أنا عمري ما بنجح، أنا شو ما سويت، أنا ما بحقق نجاحات، أنا علي خلاص، أنا عندي هالوظيفة خلاص ما أقدر أطلع منها. نعم. شوف لك أشياء ثانية، شوف لك موارد ثانية، لا ما أقدر، أنا كذي، خلوني مثل ما أنا. ليش؟ لأنه أول شيء عنده نظرة دونية لذاته، عنده نظرة حاقدة عن المجتمع، هالأشخاص ممكن يكيدوا لي، ممكن ما أعجبهم، ممكن 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 أصلا أنا ما أستاهل أكون في هذا في هالحياة أو في هالكون، لأن ما حد يستحقني. يبدأ ينظر للنظرة الحاقدة على الناس، هم السبب في فشلي. وبعض الناس يلقي باللوم بالفشل على أبوه وأمه دائما، أهلي كيف ربوني، كله من أبوي كيف كان متسلط أو أمي كيف كانت تسوي، فيبدأ ينظر نظرة حاقدة على المجتمع. شيء ثالث يبدأ يتشائم من المستقبل، شو ما سويت أنا ما بنجح، أصلا خلاص حياتي هي كذي، هذا أنا مكتوب لي الفشل أساسا. فهني ما يقدر يوصل لمرحلة التقبل بسبب هذه الأمور الثلاثة. لو عالج التشاؤم من المستقبل، اللي منشأ الأساسي هو التفكير في الماضي. أنا أفكر في الماضي وايد، عندي صدمات مرت علي، عندي مشاكل، عندي عقبات كانت في الماضي، فأنا أسقطها على المستقبل أنها بتصير غالبا في المستقبل، فأنا أبدأ أتشاؤم من المستقبل. لو عرفت أني أتعامل مع الخوف أو الحقد على المجتمع، نعم. أني أركز على ذاتي أنا شو أريد، مو بأركز على الناس شو يبون أو شو يحبون، فتركيزي أن يكون على أنا شو أبغي، أنا شو أختار. في مثل يقول كل اللي تحب والبس اللي يحبون الناس، وهذا مثل خاطئ. كل اللي تحب والبس اللي تحب، لا تركز على الناس، ركز على ذاتك. الشيء الآخر، كل ما رفعت أنا مستوى التقبل، كل ما وصلت لمستوى إدراك الذات، بعدين أوصل لمستوى توكيد الذات، فهني تبدأ الثقة بالنفس ترتفع، وهذه تبدأ في مرحلة الطفولة، أن الأب والأم يركزون على بناء الثقة لدى الطفل. نعم. من مراحل صغير، يعني من مراحل متقدمة جدا، من عمره 4 سنوات 5 سنوات يبدون يعطونه ثقته بنفسه. دائما يركزون على جانب التشجيع مش جانب المدح، في فرق بين مدح الطفل وتشجيع الطفل عشان نحقق الثقة بالنفس. فأنا أبدأ أشجع الطفل على الأفعال اللي يسويها، ما أمدحه على صفات فيه. نعم. والله ما شاء الله عليك بنتي، أنت حلوة، والله ولدي ما شاء الله عليك، هذا كله مدح، هذا ما يغير من ثقة النفس. لكن يوم أشجع على الأفعال يسويها، والله ما شاء الله تعرفين ترسمين، والله ما أدري شو تسوين، فأبدأ أمدح الأفعال اللي يسويها الطفل. نعم. هني يبدأ هذا الطفل يكتسب الثقة بالنفس. لو حققنا هالجوانب الثلاثة اللي هي الخوف، التشاؤم من المستقبل ألغيناها، النظرة الحاقدة على المجتمع
نظرة التقبل للذات رفعناها، بنوصل للتقبل الحقيقي، فبالتالي بيكون الرضا بالنسبة لنا شيء نقدر نبنيه بشكل أبسط من أن نحن نبدأ نتدارى وراء أن نحن ما نقدر أو نحن نخاف أو نحن ما عندنا قناعة. نعم، كيف الشخص يتقبل ذاته ويتقبل الآخرين في نفس الوقت يكون راضي، في نفس الوقت يحقق هذه الأهداف وهذه الطموحات في الحياة؟ أنا أعتقد أن ليش هذا الشخص ما يبحث عن نقاط القوة عنده علشان يصل إليها ويحقق هذه الأهداف؟ نتكلم عن هذا الجانب. هو إذا ما شاف نفسه وعرف نفسه ما بيشوف نقاط قوة. إذا أنا أشوف نفسي أن أنا إنسان فاشل، أنا إنسان ما بنجح، أنا إنسان مستحيل أحقق اللي أنا أباه، الناس أفضل مني في كل شيء يسوونه، أنا مهما سويت أنا تراني فاشل، أنا مستحيل أوصل لأني أبحث عن ميزاتي أساساً أو أدور نقاط القوة، لأني أنا أشوف نفسي هذه نظرتي لذاتي. نعم. فهي حتى بعض الحالات اللي تصل لهالدرجة من التفكير تحتاج إلى علاج معرفي سلوكي، تحتاج حتى في بعض الحالات تحتاج إلى أدوية نفسية، لأنه وصل عندها طريقة التفكير، طريقة استقبالها لأفكارها طريقة خاطئة، دائماً النظرة يعني عندها صعوبة في التعامل مع الأفكار السلبية. نعم. نحن ما نقول دائماً فكر بإيجابية، لا، أنا ضد أنك تفكر بإيجابية، أنا مع أنك تفكر بواقعية، لأن إذا فكرت بإيجابية فقط وأنت عندك آلام ما عشتها أنت قاعد تهرب من الآلام هذه اللي عندك بحجة أنك أنت تفكر بإيجابية، وهذا بيدمرك أكثر. لازم تفكر بواقعية. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام لما فقد إبراهيم ابن إبراهيم شو قال؟ قال والله إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. هذا شو؟ سلبية ولا إيجابية؟ سلبية لكن واقعية. بعدين شو قال؟ ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. نعم. فلازم تعيش الألم، لازم تعيش الألم. صحيح. لازم تخلي الألم يأخذ منك. ما ينفع إنسان فقد شخص عزيز عليه أنا أقول خلاص ثلاثة أيام كملت وعزة خلاص لا تزعل. أنا محتاج وقت أني أحس بالألم، فعيش الألم لكن لا تظل يعني دائما أنت غريق في الألم. كذلك لا تهرب من الألم، لازم تعيش الألم، لا تتحجج أنه لا خلك إيجابي. إذا حسيت بالإيجابية بتكون إنسان راضي أو إنسان قنوع أو بتوصل للطموح. لا، لابد تعيش السلبية في حياتك. وأنا أدري أغلب المشاهدين مستغرب يعني من الكلام هذا، لأن تعودنا دائما أن يعبونا بالإيجابيات. نعم. خلك إيجابي دائما. صحيح. صح. لا دائما نسمع الشيء السلبي. هذه الجملة هذا اللي حطم الإنسان نفسيا، وبعدين يبدأ الإنسان يدخل في الاكتئاب، يدخل في الوسواس القهري، يدخل. نعم. في نوبات الهلع البانيك أتاك. ليش؟ لأنه ما عرف يمزج في داخله بين صراع الشهوات اللي عنده وصراع القيم العليا، فهو ضاع في النص، فهو يبى يكون مثالي لكن عنده أزمات، أبى أكون مثالي لكن عندي مسؤول مثلا ضاغطني، أبى أكون مثالي لكن عندي زوج مثلا ما عارف أتعامل وياه، فلازم أكون واقعي ما أكون إيجابي. نعم. عيش الواقعية بتعيش الحياة. جميل. الحقيقية. جميل. أستاذ محمد، كلمة توجهها لكل من يتابعنا في هذه اللحظات؟ كلمة نوجهها ممكن تكون أن أنت أعرف شو يعني الرضا، لأن نحن عندنا مفهوم الرضا شوي مفهوم مش واضح. في شيء عندنا اسمه مثل ما تكلم عن الإيجابية، في فرق بين التفكير الإيجابي وبين الموقف الإيجابي. التفكير الإيجابي إن إذا استوى موقف أنا زعلان من أختي أمل فأنا مغتاظ وماسك نفسي وأقول فكر بإيجابية، فكر بإيجابية، هذا التفكير الإيجابي. لكن الموقف الإيجابي هي حالة من الرضا التام عن كل شيء. نعم. أنا راضي عن كل حد. نعم. أنا راضي عن عيوبي، أنا راضي عن الصدمات اللي تمر علي في الحياة، أنا راضي عن كل شيء الله سبحانه وتعالى يكتب لي إياه. هذا الموقف الإيجابي اللي كان يعيش النبي عليه الصلاة والسلام، هي حالة من الرضا التام عن كل شيء. بعض الناس يعيش الموقف السلبي اللي هي حالة من السخط التام عن كل شيء. فيوم تعيش الموقف الإيجابي عكس التفكير الإيجابي اللي هو متعب، طبعا التفكير. نعم. الموقف الإيجابي يبنى على فترات طويلة، أنك تبدأ تشوف تتوقع أفعال. نعم. الناس الخاطئة، فبالتالي أنت متوقع أن أي فعل يسوونه الناس هذا فعل طبيعي ومتوقع، كيف أنت تتعامل. نعم. معاه. نعم. مش كيف الناس يتغيرون. صحيح. وتصير حياتهم مختلفة. صحيح. فنركز دائما على الموقف الإيجابي في حياتنا، بنوصل للرضا التام والرضا الحقيقي في أمورنا الحياتية. أكيد. أستاذ محمد أحمد أخصائي نفسي، شكرا لك على حضورك وعلى هذه المعلومات القيمة والمفيدة. شكرا، يعطيك العافية. حياك الله. أهلا وسهلا. الله يسلمك. عافيك.